الشيخ منتصر الأكرت معايا على التليفون. الشيخ منتصر مساء الخير، ليه شايفين إنه هذا القرار تعسفي وشخصي؟ شيخ منتصر، اهلا استاذ عمرو، كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك بألف خير. رمضان كريم على مصر الله كلها يا أكرم. رب. ليه شايفين إنه هذا ايوه القرار يعني هو تعسفي؟ هذا الموضوع يا فندم، بسأل الموضوع ده يا استاذ عمرو اتفضل. اصابنا كلنا باحباط شديد، اصابنا باكتئاب، لان احنا يعني احنا واحد من الناس 25 سنه في خدمه التلفزيون المصري واذاعه القران الكريم. فانا كان عندي بدر 3 رمضان، وبعدين القارئ او المبتهل على الهوى يا استاذ عمرو لا يشغل نفسه بالتوقيت، في مساعد مخرج يديك اشاره، يدي اشاره للمقرئ يروح مخلص، يديك اشاره انت وبتقول الابتهال تمهد للاذان تقول الصلاه والسلام عليك، يديك اشاره تاني تروح مأذن، هو يعني تطلع بالاذان. الاشارات دي كلها احنا بنفهمها من مساعد المخرج اللي هو معين في المسجد معايا ما يخرجش. تمام. اليوم اللي انا قلت فيه الفجر يوم 3 رمضان مساعد المخرج ساب المسجد ومشي. خدت اشاره الاذان من المصلين في المسجد. وفيت ان الاستاذه مها مدحت بتكلمني ثاني يوم تقول لي الاستاذ مات لاشين وقفك. اكثر من الاذاعه حوالي دقيقه او دقيقه ونص، قلت لها طب ما هو مساعد المخرج المعين عشان يديك الاشارات للاذان ساب الجامع ومش كل الناس عارفه كده، والاستاف اللي كان شغال وكلهم عارفين ان احمد ابراهيم المساعد ساب الجامع ومش، يبقى هاخد اشاره الاذان من طب مين؟ يعني مش حضرتك اتصلت تليفونيا مش بالاستاذ عفوا عفوا يا شيخ منتصر، اسمعني بس نعم. لحظة واحدة، حضرتك الوحيد اللي تم وقفك ولا 12 لا مبتهل انا جاي وقار؟ لحضرتك، انا جاي لسيادتك اهو، انا جاي لسيادتك، اتصلت، انا جاي لسيادتك، اتصلت بالاستاذ مجدي وفهمته، قلت له رئيس التلفزيون، قلت له يا استاذ مجدي انت تعرفني من 25 سنه ومشغل المخرج ده تمام، المفروض احنا ان حوالي هقول لسيادتك على الناس ما وصلش بدون سبب. بص سيادتك، محمد جاد مبتهل، ابراهيم رشيد مبتهل، جمال حسين مبتهل، منتصر الأكرت مبتهل، عمر فرحان عبد المجيد مبتهل، فرحان عبد المجيد مبتهل، محمد الشيخ محمد شيخ بريش طاهر، الشيخ محمد محمود عصفور طاهر. طب بس علشان الوقت يا شيخ منتصر، يعني معلش عشان الوقت. لا هو للأسف أنا مش سامع حاجة يا جماعة، يعني للأسف الصوت يعني من المصدر مش عارف الأستاذ منتصر بيتكلم من فين، من أي مكان يعني. أنا عموما أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ منتصر الأكرت، وإحنا على فكرة حاولنا مع الزملاء